بتيجي فيه لو الكاميرا مش عليها عينيا بتدور عليها. ربنا يزيدها حضور، وده نعمة من عند ربنا، ربنا يديمها عليها. مثقفة، مهذبة، مركزة، ملامحها كده تحس ان ايه الممثلة الاسبانية اللي قاعدة معانا دي، ايه الممثلة الايطالية اللي قاعدة معانا دي، معانا الجميلة، الوجه الجديد، مش جديد قوي يعني، بس انا بالنسبة لي وجه جديد، هاجر عفيفي. ازيك يا هاجر؟ انا حلوة. ده انت قمر، الكلام الحلو ده. انت قمر والله. والله انت اللي قمر. انا بحبك قوي، وانا فعلا اما بقعد اتفرج كده في بيتنا على التلفزيون بتفرج بوجهة نظر الجمهور العادي، يعني مش بتفرج انا ممثلة ففي ناس كده، في عيال حلوين منكم كده لسه طالعين بيرشقوا في قلبي على طول. انت ربنا منحك النعمة دي، ان اي حد هيشوفك في كادر من غير ما تعملي مجهود كتير انت داخلة في وجدانه، فربنا يزيدك. انا مبسوطة قوي بكلامك ده والله. يا حبيبتي ربنا بجد يسعد قلبك، ربنا خصوصا ان جاي منك. انا ربنا بحبك. يسعد قلبك. طيب هاجر عفيفي، مين البت الأمراية اللي طلعت على غفلة دي؟ وهل مثلا ليها حد من اهلها مثلا ممثل او كده، فبالتبعيه هي يعني طالعه في وسط مثلا او مجال فن فحبت الفن، ولا ملهاش حد وقررت تبقى ممثله؟ هو احنا مقطوعين من شجره الفن، يعني عيلتي ملهاش علاقه بالفن خالص. احنا انا من بورسعيد. الله كمان، طب ما انت قلتي لي بقى، انا البورسعيديه دول حبايب قلبي. انا من بورسعيد وما فيش خالص، يعني ما عندناش حد في العيله ليه علاقه بالفن خالص. انا حتى ما كنتش اعرف الطريق، يعني ما كنتش اعرف الطريق اللي اقدر اوصل بيها. بس حبيت الموضوع من وانا صغيره، وكانت مامتي هي اللي كانت بتتابع وحست ان في حاجه هنا، فبدات تشتغل عليا وكده، ودخلت المعهد. دخلتي المعهد العالي للفنون المسرحيه. اه يعني خدتي الطريق الشرعي، بنوته حبت التمثيل فقررت تدرس تمثيل 4 سنين، وعلى ايد اساتذه كبار، يعني طبعا بنكن ليهم كل يعني التقدير والشكر. رحتي قدمتي؟ رحت قدمت في المعهد. طب اللي ما يعرفوش الناس ان في التقديم ده بيبقى الاعداد مثلا من 4000 ل 5000 بني ادم، واللي بياخدوهم من 15 ل 20، ده لو وصلوا ل 20. اه انا بتكلم عن الرسمي مش الموازي. انت كنتي موازي؟ لا كنت رسمي. كنتي رسمي. ها لما رحتي قولي لي. انا رحت وقدمت ما كنتش اعرف طبعا المعهد، ما كنتش اعرف ان ده الطريق اصلا المفروض امشي فيه يعني. بس دخلت مسرح في بورسعيد، وهم بقى اللي عرفوني ان انا المفروض امشي في الطريق ده. تمام. فقدمت في المعهد، قدمت المشهدين واتدربت عليهم كويس في المسرح. فاكره المشهدين كانوا من ايه ومن ايه؟ مس جوليا. جوليا. وكانت مونو دراما كده كانت اسمها مسروقات. تمام. اتدربت عليهم كويس وقدمت في المعهد، والحمد لله وصلت للورش. وكنت متفاجئه، يعني كنت بتفاجئ باللي بيحصل. ان انت ازاي يعني، عشان كل الناس بيقولوا ايه، لا ده لازم اللي يدخل المعهد يكون عنده واسطه، فانت من غير واسطه ومن غير حد مثلا باباكي او مامتك بيشتغلوا في المجال؟ مفيش، بطولي كده. دخلت الموضوع بطولي كده وكملت فيه يعني. الحمد لله. الحمد لله. اتخرجتي ولا لسه؟ اتخرجت 2016. ما شاء الله ما شاء الله، بنتنا الحلوه عروستنا بقت جميله اهي. فكريني باول تجربه تشوفي او تقفي قدام كاميرا. كانت مع سبق الإصرار 2011 أو 2012، 2012 مع أستاذ محمد سامي، كنت عاملة فيه 5 مشاهد. تمام. مخرج كبير طبعا ومخرج مهم طبعا، وأعتقد أن المخرج المهم الأستاذ محمد سامي لما شاف أن هاجر فيها حاجة حلوة، أنت كررتي الشغل معاه مرتين. مع مين بقى؟ مع الأسطورة، مع يعني زميل الفنان محمد رمضان.